تحولات جذرية طرأت على المشهد الحزبي في تونس بعد ثورة كانون الثاني يناير عام 2011. من 8 أحزاب ممولة من الدولة قبل الثورة، ارتفع العدد بعدها إلى 122 حزباً، وما لبث أن وصل عددها اليوم إلى 217 حزباً مسجلاً قانونياً في بلد يتألف برلمانه من 217 نائباً. معظم هذه الأحزاب غير فاعل على الأرض، فالقانون كفل إنشاء عدد غير متناه من الأحزاب. 80% تقريبا من الأحزاب السياسية غير موجودة على أرض الواقع، يعني حتى في الاستحقاق الحالي يعني هناك 20 أو 25 حزب من جملة 217 حزب تشارك الآن في الاستحقاق الرئاسي، سواء الرئاسي أو التشريعي، لأنه الواقع أفرز هذا الانفلات. والسبب واضح وبسيط، أولا هناك نوع من الميوعة القانونية، يعني قانون الأحزاب المؤقت مرسوم الأحزاب يسمح بتأسيس الأحزاب كما اتفق. طوفان الأحزاب لم يكن كفيلا بجذب الناخب التونسي، بل على العكس سلك اتجاها مختلفا. نتائج انتخابات الدورة الأولى الرئاسية بيّنت أن الناخب التونسي متجه أكثر صوب المستقلين، ليش هيدي الظاهرة وليش الناخب التونسي يبتعد عن الأحزاب؟ الناخب التونسي ساعة فقد معناها الثقة في الأحزاب معناها السياسية بشكل عام، لأنه الأوضاع اللي عاشها على امتداد 8 سنوات أوضاع ما حققتش المطالب نتاعو، ويلزمنا هذايا نربطوه بما حصل في تونس، لأنه ما حصل في تونس وكي نرجع معناها للتحليلات زاد في علم الاجتماع، هذايا نسميهم الحركات الاجتماعية اللولبية اللي ترجع في كل مرة ما تحققتش المطالب. التصحر السياسي الذي عاشته تونس قبل الثورة والمعارضة الكرتونية آنذاك جعلا التونسيين تواقين لولوج فضاء الحرية وممارسة النشاط الحزبي، وذلك وضع الأحزاب أمام مأزق الفوضى السياسية وضرورة مراجعة خطابها السياسي. فاطمة قاسم، تونس، الميادين.